أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. اجتماع في سيئون لمناقشة الوضع المائي في وادي وصحراء حضرموت. زيارة الشحر الكبرى تتواصل بعدد من الأنشطة والألعاب الشعبية. تدشين مباريات الساحل في بطولة كأس حضرموت بنسختها السادسة. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل. ناقش رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بمقر إقامته في نيويورك مع الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة جينار إلكتريك للطاقة راسل ستوكس والوفد المرافق له مشاريع الكهرباء التي تنفذها الشركة بإشراف وتمويل شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة. وخلال اللقاء استمع الرئيس هادي إلى الخطوات والمرحلة الأولى التي أنجزت لتنفيذ مشروع كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجاوات، بالإضافة إلى استكمال الدراسات لمشروع كهرباء ساحل حضرموت بقدرة 100 ميجاوات، وبدء الدراسات الأولية لمشاريع كهرباء شبوة والمخا والحديدة. وعبر الرئيس عن سروره بهذا الإنجاز بالتنسيق والتعاون بين شركة بترو مسيلة وشركة جنرال إلكتريك لتعزيز الثقة والإيفاء بالالتزامات خلال المراحل المختلفة، حيث أثمر ذلك التعاون إلى إنجاز الكهرباء الغازية لمناطق وادي حضرموت بقدرة 75 ميجاوات في الفترة المحددة لها وفق المواصفات والمعايير العالمية. ناقش اجتماع عقد بمدينة سيئون لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بالشأن المائي في وادي حضرموت، وكرس الاجتماع الذي ضم المدراء العامون في الهيئات العامة للموارد المائية وحماية البيئة ومياه الريف والمؤسسة المحلية للمياه وعدد من المختصين لوضع الأسس العلمية المدروسة لعمل منهجي معياري في مجال المياه، من خلال الوقوف أمام كافة المشكلات التي تواجه المياه وفي مقدمتها التدهور النوعي وانخفاض جودة المياه. وجرى في الاجتماع تدارس جملة من الأفكار والرؤى التي من شأنها الحفاظ على الثروة المائية وحمايتها من المخاطر التي تهددها وخلق مزيد من التكامل وتسخير الإمكانيات الفنية والبشرية لدى تلك الجهات من أجل وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تستوعب التوسع الجاري في كافة مواقع التجمعات السكانية وعلى وجه الخصوص المدن الرئيسية في الوادي. زار وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي اليوم مقر صندوق النظافة والتحسين بالمكلا للاطلاع عن كثب على سير العمل به والتعرف على العراقيل والصعوبات التي تواجه إيجاد الحلول السريعة. وشدد الدكتور العمودي على ضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على جمال المدينة والمساهمة في منع انتشار الأوبئة والأمراض وتوعية المواطنين بأهمية النظافة، موجها بصرف كميات من مادة البترول لسيارات الصندوق لمواصلة أعماله وتنفيذ مهامه. من جانبه تقدم نائب مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس حيدر العطاس بشكره الوكيل العمودي على الزيارة التي ستساهم في حل الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الصندوق. تفقد مدير أمن ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي إدارة مكافحة المخدرات للإطلاع على سير العمل بالإدارة، وفي الزيارة اطلع على ما تم إنجازه من أعمال لإعادة تأهيل وترميم وتأثيث الإدارة. وأشاد العميد التميمي بالدور الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات مجددا دعمه بما يتناسب مع مهامها الكبيرة، كما أكد على ضرورة بذل أقصى الجهود لمحاربة المخدرات بكافة أنواعها. وتزامنت الزيارة التفقدية مع لحظة القبض على متهمين بقضايا شعوذة، اتعرف مدير أمن ساحل حضرموت على حجم الظاهرة ومدى تفشيها، موجها للعمل على اتخاذ كامل التدابير للقضاء عليها ومحاربتها
وتقديم من يمتهنونها للعدالة لينالوا جزاهم الرادع. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال عبدون على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية في مدارس مديريات حضرموت الساحل كافة. وأشاد عبدون بما يقدمه كوادر العمل التربوي والتعليمي في المدارس والمجمعات ورياض الأطفال، منوها خلال زيارته التفقدية لسير الدراسة بثانوية الرائدة التربوية السعد العامرية للبنات بمنطقة بعبود بمدينة المكلا، إلى أهمية الاستفادة من الأجواء الإيجابية والإمكانات المتاحة، مشيرا إلى ما يعتمل في الحقل التربوي والتعليمي من مشاريع لتحسين البيئة المدرسية والتوسعة في الشعب الدراسية لمواجهة الأعداد الكبيرة من العائدين من المهجر والنازحين من داخل الوطن وخارجه. كما التقى الوكيل عبدون الإدارة المدرسية وهيئة التدريس بالثانوية لمناقشة جملة من المواضيع التربوية والتعليمية سعيا وراء تطوير الأداء في قاعات الدرس، شاكرا لهن حرصهن على استمرار الدراسة والانضباط والالتزام ببرنامج الحصص اليومي وفق التقويم الوزاري المدرسي للعام الجاري. أكد القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركا جادا باتجاه العمل على انتزاع حقوق حضرموت التي تضمنتها مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع والمتوافق عليها من مختلف المكونات الحضرمية المدنية والقبلية. وقال العكبري في تصريح صحفي أنه كشاب يشده العمل لمستقبل مشرق لوطن آمن ومستقر ومزدهر لا ماضي بآلامه، وبإذن الله سنتجه لكل الحضارم في الداخل والخارج للسير معا نحو حضرموت التي ننشدها، مشيرا إلى أن حضرموت وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مسؤوليتنا جميعا. وأضاف العكبري أننا في هذه اللحظة الفارقة من التاريخ الحضرمي نستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فحضرموت اليوم لن تقبل إلا أن تكون رقما أساسيا في المعادلة السياسية. ساهمت أجهزة الأمن بمديرية برو ميفع في فتح الخط الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت اليوم الخميس عقب سقوط صخرة كبيرة أدت إلى انسداد الطريق. وقالت مصادر محلية أن رجال الأمن حضروا إلى المكان فور سقوط الصخرة وقاموا بإبعادها من الخط العام. هذا وعبر مرتادي الطريق الدولية عن شكرهم لجهود رجال الأمن في فتح الطريق. تتواصل زيارة الشحرة الكبرى السنوية بعدد من الأنشطة والألعاب الشعبية بمشاركة الفرق الشعبية للعبة العدة بالمناطق الشرقية، إضافة إلى مشاركة بعض فرق حضرموت الوادي. وتستمر برامج زيارة الشحر ليلا بلعبة الشبواني تقام في ساحة دار العطاس، يشارك فيه عدد من نوابغ شعراء مدينة الشحر وحضرموت الوادي، حيث تقام بين الشعر مساجلات شعرية يتوافد إليها الكثير من محبي الشعر الشعبي. كما تستمر برامج وأنشطة الزيارة بعدد من المساجلات الشعرية حتى يوم الأحد القادم في عدد من أحياء مدينة الشحر. حقق فريق التضامن الرياضي لكرة القدم فوزا مستحق على حساب ضيفه فريق نادي الصدارة بمديرية حجر بحصة 7 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب التضامن الرياضي عصر الخميس ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس حضرموت السادسة. التفاصيل من الميدان مع فادي حقان. بداية سهلة لفريق كرة القدم لنادي التضامن الرياضي في أولى مبارياته بالجولة الثانية بملعب الفقيد بارادم بالمكلا على حساب فريق الصدارة بمديرية حجر، وضمن المجموعة الثالثة من التصفيات التمهيدية لبطولة كأس حضرموت في نسختها السادسة والتي تقام برعاية كريمة من محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وتحت شعار حضرموت تجمعنا. غزارة الأهداف للأسفل
الأزرق في شباك الصدارة الذي يشارك لأول مرة في هذه البطولة بعد نيله الاعتراف الرسمي بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف يتيم. كانت مؤشرات إيجابية خاصة للمدرب الكابتن خالد بومبريك بعد توليه مسؤولية الجهاز الفني والإداري للفريق الكروي التضامني. الحمد لله المباراة صراحة كبداية دوري تعتبر مقبولة بغض النظر عن نتيجة المباراة، لكن نحن نطمح الفريق يعطي أكثر من هذا، والفريق المقابل ما كان يعني بنفس المستوى ولكنهم فريق مجتهد، ونحن احترمنا الفريق وعطينا حقه، وهذا نتيجة حصلنا هذه النتيجة إن شاء الله. ولكن كل ما دخلنا في أطار الدوري وفي المباريات إن شاء الله ونطمع أنه يكون الأداء أفضل من هذا، وهذه فرق كلها جاهزة إن شاء الله، ونحن من ضمن الفرق اللي نطمح ننافس على البطولة بإذن الله. مجريات المباراة كانت من طرف واحد منذ انطلاقتها صافرة اللقاء من قبل الحكم الشاب مهدي قندل، فانتظر مهاجمو التضامن بعد اهدار للفرص الخطيرة حتى الدقيقة 24 لتعلن عن افتتاح اولى الاهداف في شباك الصدارة من قبل المهاجم والنجم وقائد الفريق عمار ناصر الكلدي، ولحق بذلك زميله المهاجم الصاعد احمد الشماسي بتسجيل الهدف الثاني، ثم ليأتي اللاعب والهدف هداف المعروف محسن بابسر ويسكن الثالث، والرابع كان بواسطة اللاعب أحمد البيتي ملك، ويختتم اللاعب بابسر الشوط بهدف خامس يريح البال. في بداية الحمد لله كل حال توفقنا وبارك للجميع، صراحة بداية كانت هذه المطلوبة، يعني تبدأ المباراة بشكل أهداف بسبع أهداف شيء غير عادي، يعني دائما هي البداية تكون أهم من النهاية، لما تبدأ صح تنتهي دائما صح، والحمد لله بدأنا وقدمنا مستوى كان رائع، تقدمنا الشوط الأول وعززنا في الشوط الثاني، الحمد لله الشباب كلهم كانوا في المستوى وقدموا الشيء المطلوب وقدموا كل ما يطلب منهم الجهاز الفني صراحة، يعني الحمد لله توفقنا وإن شاء الله نقول القادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. والله شعور صراحة ما يتصف صراحة، يعني الكل يعني ما قصر صراحة، يعني بداية حلوة يعني بالنسبة لنا، يعني شخصيا كلنا اللاعبين يعني بجهدنا وبجهد الإدارة والمدرب صراحة، يعني صراحة انطلاقة إن شاء الله تكون في محلها يعني بالنسبة لنا يعني كلاعبين نحن، والقادم أفضل يعني. الحصة الثانية كانت بنفس البداية التي بدأها بها الأزرق في اللقاء من إضاعة العديد من الفرص السانحة، ومع ذلك كان للضيوف شرف التسجيل والتقليص عن طريق اللاعب فارس بحفص اللاعب السابق للتضامن من هفوة للحارس سالم كاكو. والله مشاركة يعني لابد من جهد، بغى تمارين وايد واللعيبة رابشين شوية نفوسهم يعني، وشوي يعني بيتطورون بعد شوي شوي يعني ان شاء الله بيتحسنون ان شاء الله. ان شاء الله نحن نجهد يعني الملعب، يعني نحاول نسخن في الملعب يعني وايد كذا حتى يتعودون الشباب يعني. مع ذلك لم يهدأ للأزرق من التهديف، فعاد القائد قبل أن يغادر الملعب ويعطي الفرصة للمخضرم منصر بحاج من تسجيل هدف سادس، وفيما اختتم اللاعب المهاجم ابن مدينة بروم الساحلية سعيد الشماسي السباعية لفريق التضامن، وبهذا امتلك 3 نقاط له ومتربعا على مجموعته الثالثة. وتستكمل مباراة هذه الجولة عصر الجمعة بمواجهة أكثر إثارة ومتعة، فعلى ملعب الفقيد بارادم يلتقي الهلال من فوة مع نظيره النهضة بغيل بن أمين، وتشهد مديرية غيل باوزير لقاء العراقة والتاريخ الكروي بين الأهلي وضيفه سمعون، فيما يخوض حامل اللقب الشعب مباراته أمام الريدة على ملعب الفقيد الشاحط بالشحر. وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد أقرت تأجيل مباريات الجولة الأولى لأندية الساحل، ذلك لرفض حكام الساحل إدارة المباريات، والسبب هو عدم الإيفاء بالعهود في المطالبات المشروعة لهم من قبل قيادة اتحاد كرة القدم. نهاية لمباراة وبداية موفقة في بطولة كأس حضرموت 6 لنادي التضامن الرياضي في هذه البطولة. من ملعب الفقيد بارادم بالمكلا فادي حقان. السيدات والسادة، ختام هذه النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اجتماع في سيئون لمناقشة الوضع المائي في وادي وصحراء حضرموت. زيارة الشحر الكبرى تتواصل بعدد من الأنشطة والألعاب الشعبية. تدشين مباريات الساحل في بطولة كأس حضرموت بنسختها 6. و
وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الأكارم، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله. Thank you.